645 سجين. عايز اقول بس عن هو السؤال، هقول بس مثل كده معلش عشان انا بقول ايه، في مثل بالانجليزي بيقول if you pay peanuts you get monkeys، يا جاري اطبخي يا سيدي كلي. انا بقول دلوقتي حضرتك احنا عندنا العيان بتاع اللوكيميا بياخد علاج 3 سنين و3 شهور. بيكلفني قبل يناير 2021، وانا لما بقول كلمه يناير 2021 انا بتكلم عن اقتصاديات الرعايه الصحيه حضرتك. المستشفى كام؟ طب معلش الرقم، الرقم كام بياخد رعايه؟ كام؟ 700,000 جنيه. 700,000 جنيه. انا لما بقول الرقم ده احنا عندنا حضرتك الحاجات المباشره والغير المباشره. احنا عندنا المستشفى مميكنه 100%. انا عندي لما بطلع سرنج العيان يا فندم بعمل بالبار كود عشان احسب السرنج على العيان، فانا بنحسب كل حاجه وبنحسب ثمن الكهرباء كام وبنحسب. حضرتك عيان سرطان المخ، عيان سرطان المخ بيكلفني 600,000 جنيه في السنتين علاج. حضرتك احنا اكبر سنتر علاج سرطان مخ في العالم. انا عايز اقول لحضرتك ايه سنتين يا دكتور شريف؟ ايه السنه؟ هو بيقعد سنتين في المستشفى؟ مش بيقعد في مستشفى، بيقعد حضرتك المتوسط اللي بيقعد فيه المستشفى عيان سرطان الدم متوسط 120 يوم. العيان بيروح ويجي ياخد العلاج بتاعه يتحجز ويطلع خمس ايام ويمشي، ياخد جرعه ويمشي. المتابعه ياخد الجرعات يعني. اتفضل يا فندم. اللي بيعملها بيعملها. فحضرتك العلاج مكلف، واعتقد ان اي عيان خد علاج سرطان هو مكلف وشافه هو مكلف قد ايه. حضرتك المستشفى بيدفع كام من 700,000 ل 300,000؟ ولا حاجه، مستشفى مجاني خالص يا فندم. مجاني. انا اقول لحضرتك معلومه ثانيه، عشان انا عايز بس اوجه رساله للمصريين، المصريين المحترمين الجدعان، احسنوا جوار نعم الله ولا تنفذوها، فقلما زالت عن قوم سعادت اليهم. لو سمحتوا يا جماعه في نعم كتير قوي عندنا، لو سمحتوا بلاش الاسلوب اللي احنا عايشين بيه طول النهار على السوشيال ميديا وفي القنوات، حتى القنوات المعارضه. ارجوكم يا جماعه ابعدوا عن الاولاد الصغننين، ابعدوا عن العيانين، ابعدوا عن استخدام العيانين. لا دي مش معارضه اللي بتكلم، دول معاديه، قنوات معاديه وليس معارضه. يا فندم ده معارضه، لا انا متاسف يا فندم، انا متاسف. بس معارضه وفي القنوات المصريه كمان. وفي القنوات المصريه كمان. حضرتك كل واحد بيطلع يقول يا جماعه تحسسوا وتمعنوا قبل ما تقولوا حاجه، لان ده بيمس عيانين. المهم يا فندم العلاج كان حضرتك احنا فالعلاج غالي. خلينا ندخل على طنطا، ازمتها ايه ومشكلتها ايه؟ اقول لحضرتك نسب الشفاء عندنا ما شاء الله. انا من يومين كان من اسبوع كانت نسبه الشفاء عندنا 71.2%. لسه كنا داخلين على السيستم وبنعمل التنفيذ، بقت 71.4%. ولنا ان نفصل ان نسبه الشفاء العالميه 80%. احنا عارفين المسافه ما بين ال 71.4%. عملنا حاجه اسمها فيش بون اناليسيس، حللنا وعرفنا ايه الاسباب دي. احنا عندنا اسباب ان احنا مثلا ما عندناش قوه زرع نخاع كفايه، فابتدينا نعمل قوه زرع نخاع كفايه لان هو اصبح من الحاجات. ما عندناش في ادويه ما تبقاش متوفره طول الوقت. العلاقه بيننا وبين الرعايه الصحيه الاولانيه والثانيه، لما العيان بياخد العلاج الكيميائي وبيتعب، لان العلاج الكيميائي ده بنسميه سايتوتوكسيك دراجز، ادويه سامه للخليه، فبياخدها فبيتعب، على بال ما بيرجع لنا ثاني بيكون قضى وقت مش المفروض ان هو يؤذيه. غير ان هو بيتصل بينا او بيرفع سماعه التليفون ويقول لنا نعمل ايه. فعندنا الثقافه بتاعتنا يا فندم، الثقافه بتاعت العيانين، مستوى التعليم بتاع العيانين. فاحنا حسبنا العمليه دي واحنا ماشيين في السكه اللي انا بوعد الناس ان شاء الله لو ربنا سترها معانا على مدار السنتين الثلاثه الجايين نسبه الشفاء هتوصل 80%. انا بقول كلام انا قده عشان هنزود قوه زرع النخاع عندنا وهنزود العلاجات عندنا وهنعملها ومش هنقف ان شاء الله. ان شاء الله. جينا يا فندم عند 2015 وعملنا الاستراتيجيه بتاعتنا. الاستراتيجيه بتاعتنا كانت 24 هدف. خدنا منهم اهم 8 اهداف وعملنا لهم كاسكيدنج ونزلناهم لتحت، وصلنا ان احنا بقى عندنا مؤشرات اداء وبنتعامل مع الموظفين بمؤشرات الاداء بتوعنا. الموظفين بتوعنا والناس اللي بتشتغل في المستشفى هو الاسس الحقيقي يا فندم في المستشفى. ايوه. وابتدينا نقول احنا ابتدينا احنا عندنا الدكاتره عندنا يا فندم بنقول لهم لو سمحت عشان تشتغل في المستشفى لازم تقفل عيادة. حضرتك الدكاتره عندنا متفرغ ليك. اساتذه في الجامعه بيجي يخصم الصبح حضرتك الساعه 8 وهو مبسوط ومبسوط وبيمشي الساعه 4 وهو مبسوط، بيعمل البحث العلمي بتاعه، الحاجات متوفره له، المكاتب نظيفه، الدنيا نظيفه ومتوفره، الحاجات اللي هو بيطلبها للعيان بتتعمل. طيب هو احنا قاعدين بنتكلم عن المرتبات بتاعت الدكاتره، وحد كان طلع من فتره وقال لك انا لقيت دكاتره وما لقيتش دكاتره وانفصل الاطباء، كانوا بيتكلموا على مرتبات الدكاتره. هو احنا قاعدين بنقول الدكاتره بتهدد، احنا عملنا موديل لحل المشكله، فالناس كل ما تتكلم تقول اصل هم بياخدوا فلوسنا وبيدوها مرتبات. طب هو انا لما بدي مرتبه مرتب للممرضه، والممرضه ما بتاخدش بقشيش من العيان. والعامله بتاعت اللي بتنظف الاوضه ما بتاخدش بقشيش من العيان. والدكتور قاعد للعيان من الصبح وبيعمل الابحاث.
تجي بقى كلمة البحث العلمي دي كان فندم لازم نرجعها تاني. لازم ارجع قيمة وقصة البحث العلمي، لان القصة مش ان انا اخترع دواء جديد بس واعمل حاجات. السقف بتاع الدكاترة لما حضرتك ما بيعملش بحث علمي لا هيدور على ارقام ولا هيدور على حاجة، هيبقى دكتور بالضبط كده حضرتك كل يوم بيكتب روشتات وخلاص انتهينا. لما بيعمل بحث علمي بيدور على ارقام. طيب دكتور شريف عشان انا عايز اركز بس على المشكلات اللي هي عشان الناس ايه ما تتوهش مننا في القصه دي. اتفضل. لا معلش، ما انا بقول لحضرتك هي قصه كلها على بعضها لانها موضوع متكامل. نعم.